أمام مقر الأمم المتحدة في غزة تجسدت حملة الإدانة والاستنكار الواسعة التي تقودها هيئات صحفية وحقوقية فلسطينية مصحوبة بتحركات قانونية لمقاضاة جيش الاحتلال بعد استهدافه المتعمد للمتظاهرين المدنيين والطواقم الصحفية خلال المواجهات السلمية على حدود القطاع. وإن تدين نقابة الصحفيين استهداف الصحفيين والمتظاهرين السلميين فإنها تؤكد على استمرار جهودها الهادفة إلى ملاحقة القتلة ومجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة أن كافة الصحفيين الذين أصيبوا وهم يرتدون الإشارات الخاصة بالصحفيين والمتعارف عليها دوليا. استشهاد الصحفي ياسر مرتجى برصاص قناصة الاحتلال خلال تغطيته لمظاهرات الجمعة الماضية وإصابة نحو 9 صحفيين آخرين بالرصاص الحي يهدف من ورائه الاحتلال بحسب أوساط صحفية لاغتيال صورة الحقيقة وإبعاد الصحفيين عن مسرح جرائمه بحق المدنيين العزل، إلا أنهم يؤكدون أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة التغطية. اغتيال ياسر مرتجى لن يثنينا عن قول الحقيقة، لن يثنينا عن فضح جرائم الاحتلال، سنبقى في الميدان ونقدم كل الحقيقة للعالم. في نظر جهات حقوقية تعد انتهاكات جنود الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة بمثابة جريمة حرب برسم القانون الدولي الإنساني، وهو ما يستوجب في نظرهم المساءلة والمحاكمة بعد أن أسفرت انتهاكات جيش الاحتلال عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 من المدنيين العزل. أعتقد أننا أمام مشهد فاجر، في غياب المحاسبة سوف يتكرر مرات ومرات، وكنا قد حذرنا من ذلك. مرة أخرى ما نقوله بأن من يأمن العقاب دوما يسيء الأدب، وبالتالي دولة الاحتلال تشعر أنها محصنة وأنها فوق القانون. أعتقد أننا الآن أن هذه المعلومات هي برسم المجتمع الدولي، على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لما يرتكب من جرائم في هذا المكان من العالم. جهد فلسطيني ودولي يطمح لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ووقف خروقاتها للقوانين الدولية. على حدود غزة كل شيء واضح والصورة تتحدث عن نفسها، من يقاتل بصدره عاريا لانتزاع حقه المغتصب، ومن يقتل ويغتصب لأجل حق لا يملكه. وبين الحق والادعاء الحقيقة دوما تنتصر. من الحدود الشرقية للقطاع، حازم البنا، الغد، غزة، فلسطين.